مرحبا مرة أخرى بجميع المشاهدين الكرام التي تابعوا معنا مباشرة من نادي أفكار في الدار البيضاء مجريات دور نصف نهائي بطولة بلاك بول ماسترز التي تجمع البطلين عبد الرحمن الشرفي وعامر رياض. فائز في مقابلة نصف نهائي غادي يواجه البطل عدنان المرابطي. اللاعبين أصروا على أنهم يلعبوا اليوم. دونك عبد الرحمن لي تيكاسي بخوميييغ كاس، دونك للتذكير مجريات هذه البطولة هذه تتلعب بنظام الجولات، دونك برومي أكات و برومي أدو فليست. دونك المرجو من جميع السادة المشاهدين أنهم يبارطاجيو لو لايف. دونك السهرة ستكتمل اليوم. بمقابلة جد مثيرة ما بين البطلين عبد الرحمن الشرفي وعامر رياض. عندك عبد الرحمن انت اون بوشي ميليو، باش تخرج لا بيجون الفوق. هذا كو تري كريتيك لانه الان عبد الرحمن خصو يونبوش يحاول ليبيري لا بيجون دي حدا لانوار. غادي نشوفو عبد الرحمن شنو غادي يدير. دونك فوالا، دونك عبد الرحمن لي تيتسنى في هاد لوكو، دونك تي يسد لو ترو و تيخلي بوشون بريسك كولي على الحمراء باش يفورسي عامر باش يلعب هاديك لاروج. دونك عامر هو قاص الحمراء وحاول انه يزيد يخرج لا جون ما توفقش، ولكن ما عطاش عبد الرحمن صراحة بزاف ديال لي زوبسيون نون بلو. دونك في انتظار البرونوستيك ديالكم تنطلب من جميع المشاهدين انهم يبارطاجيو هاد لو لايف هذا، وكذلك يعطيونا البرونوستيك ديالكم فيما يخص هاد المقابلة ديال النصف النهائي اللي تتجمع عامر رياض و عبد الرحمن الصافي برأس فعاليات بطولة بلاك بول ماسترز. مقابل التذكير يا نصف برسم دور نصف النهائي. اوكاس خي عبدو وي فينا غيكون اليوم اخويا. اللاعبين ابوا الى ان يلعبوا مقابلة النصف و مقابلة نهائية اليوم. فوق الفينال غادي يكون مباشرة بعد نصف النهائي اليوم لايف إن شاء الله الفينال. زغتوا أتمنى تومين تعطينا 3-2 صالح الشرفي. دونك ممكن تكون تاخويا 3-2 حيت سوني با برومي ا 3 سي برومي ا 4 و برومي ا 2 في لي 7. دونك معاذ لطفي اللي تيقول مشات الخدمة غدا، ايوا خويا
سهروا معنا اليوم في السهرة اليوم، دونك اللاعبين هما اللي بغاو انهم يلعبوا اليوم. دونك عندنا المرابطي وكذلك عبد الرحمن الشرفي، دونك اللاعبين بغاو يلعبوا اليوم على المباراة ديالهم نظرا للانشغالات ديالهم غدا، ف بعض لي ديفي تعطلو بزاف. عامر جي امبوشي وحاول يديجاجي ليبيري لو ترو، ما توفقش. عامر عنده مسالية صعيبة، دونك ياسين تعطينا 4-2 للشرفي، 4-3 لعامر و 4-3 للشرفي. واش بغيتي عندنا خويا فهاد السكورات هادو؟ اش اخويا بغيتي عندنا فهاد السكورات؟ هنا بقينا 4-2 في 4-3 في 4-3، بقينا هنا حتى يصبح الحال. خويا لا، عامر ما كان عنده حتى مشكل، قال لك انا مستعد نلعب دابا غدا بعد غدا، قال لك انا واجد اي وقت، قال لك اللي اختاريتو انا معاكم، قال لك ما عنديش غير المشكل ما عياش، قال لي العكس انا شي اون فورم، ما عنديش مشكل نلعب وقت ما بغيتو. دونك عامر ليجوند بيان سور، خويا عامر ليجوند ما شاء الله. دونك تنطلب من السادة المشاهدين انهم يبارطاجيو هاد لو لايف ويقولوا لنا البرونوستيك ديالهم كونسيرنون هاد لو ديفي هذا اللي تيجمع عامر الرياض وعبد الرحمن الشرفي. دونك عامر تياخد الوقت ديالو، ما عرفتوش اش غبغي يدير الان صراحة. دونك بريمي بري، دونك عامر تيلعب باندا ما توفقش، كوكو كان صعيب، كوكو كان صعيب صراحة. دونك تحية الأخ أمين في الدين، تذكير في أخ أمين في الدين وزبون عندنا في النادي ودائما تيكون دائما تيكون مشارك معنا في التظاهرات الرياضية التي نظمها النادي. دونك بغيت غير نتأكد من الصوت واش تيتسمع مزيان، باش دونك شكرا اخ عثمان على التعليق ديالك. بغيت نعرف واش الصوت يتسمع مزيان، دونك فوالا غير التأكيد. شكرا، نحاول ما امكن اننا نعلقو على هذه المباراة الشيقة. ما لاعبينش اخويا اطروا، لاعبين بريمي ا 4، هذيك اطروا ديال بيست اوف 3 ديال لي سيت،
هاد البطولة هادي مشات بالسيستيم ديال لي بيا. دونك تتلعب بلي سيت، دونك الماكسيموم يلعبوا 3 سيت، لو مينيموم 2 سيت ديال برومي ا 4. دونك سا ديبون ريزولتا، واش واحد لواحد يلعبوا 3 سيت ولا 2-0. برافو شرفي، برافو شرفي، ديجاجا. ولكن ديجاجا صغار الحمراء بوحدها بقات الصفراء، دونك جو كخوا انه الحال الصفراء ديجا يحاول يأمبوشي. فوالا الشرفي لي تي امبوشي لافون ديغنييغ بي ديالو صفرا باش يخرج لا ديغنييغ جون ديالو. واحد السفر لصالح عبد الرحمن الشرفي. برومي فريم اللي تيربحو عبد الرحمن الشرفي دون برومي اكات. اي برومي ا2 فليست. دونك في انتظار لي برونوستيك دائما اي لو بارتاج. دونك لا كاس ديال عامر كانش جميلة من طرف عامر، تتخلي الكواري كاملين محلولين. حتى انا عامر قاصة مزيان في هاد الفريم هذا، مالي بي كاملين بقاو في وسط الطبلة امبوشابل. اخويا عبدو صراحة انا عامر لعب مزيان في التورنوا، لعب بلي سيت ديك المرة في شامبيونات دي موند ديال ليبيا ما توفقش صراحة، كان مالي البوشون في اخر كو كان يربح الديفي، صدق تقلب عليه كل شيء في الكارت فينال. ايوا مي باغ كونتخ لعب اليوم مزيان في لي سيت. الدومي فينال الاخر اخويا ديجا تلعب، ربح عدنان المرابطي، ربح عماد الحسيني.
عامر الآن خوابي سوغ تابل. صعب كو هذا تي امبوشي ما خرج مزيان، جو كخوا عامر ما خرج مزيان، تيبان على انه ما خرج مزيان، ما مأكدش صراحة. خصو يماصي الى بغى يطيح. اكزاكتومون خويا، كان يمكن انه عامر يكون شامبيون دي موند او وي. برافو برافو عامر، دونك كانت ديزا برافو عامر. الان عامر غادي ياخد الفريم ديال ليغاليتي، فوالا باش يخرج لانوار ديالو ديال الفريم باش يولي السكور واحد لواحد. فوالا دونك عامر كي برون دوزيام فريم ديال ديفي و لي سكور جوج، اعتذر واحد لواحد ما بين عبد الرحمن الشوفي وعامر رياض برسم نصف نهائي بطولة بلاك بول ماسترز التي احتضنها نادي اف كافي الدار البيضاء، بطولة وطنية لعبت بالموازاة مع البطولة الختامية لبطولة المغرب للبلاك بول لموسم 2023-2024، واللي عرفت كذلك تتويج البطل عامر رياض بهذه النسخة ديال المرحلة الختامية. والآن عامر تيلعب دور النصف النهائي في البطولة الموازية. فهمتي دار شكون اللي غادي يفوز في هذه المباراة هذه باش يلعب المباراة النهائية مع عدنان المرابطي؟ فهمتي دار البرونوستيك ديالكم؟ حسام تشيكو اخويا ما تقيدش، ما لعبش، يمكن عنده، كان عنده شي التزامات اخرى. عبد الرحمن كذلك، عبد الرحيم بندورو ما لعبش اخويا في هاد البطولات. كيفتو انتي قلنا انه الشرفي تل ستيل دو كاس. On verra bien مع لو ديفي واش فعلا غادي يكمل في هاد لو ستيل دو كاس او لا. لا وي خويا كان في لا ليست مي مجاش. عبد الرحمن تي امبوشي لا روج،
الشرفي اللي يحاول انه يحل ليبي ديالو. دونك شي وحدين تحلو، شي وحدين عاودو جاو لصقو في الانوار. دونك دائما مسألة صعيبة عندها. شوف عبد الرحمن لما تيعبر غادي يخرج 3 بوند ريترو، صعيب نارو بلاص ما عرفت كيفاش يكون. واحد جوج ثلاثة تمام، شدي قلت صعيب صعيب تعرف البوشون فين يوقع فوش غادي يوقع. شنو صعيب؟ كو كان صعيب باش تبوشي وتخرج وت كان كو صعيب صراحة. دونك عبد الرحمن اللي تيدير ان كو داتونت و تيتسنى و تيدار الفريم مش غادي يعطي. ممكن ما عطاش صراحة شي كو لعامر اللي يقدر يدخل بيه على شي مساليه. امون افي بنت ليا ناسيون جون امبوشابل هي اللي حدا لانوار وفو دونك عامر اوسي تيتسنى. زقتوني دونك عامر تيسنوكي تري جولي كوم طرف عامر برافو. الشرفي الآن
من سيدي رفضت، وكان صعيب صراحة. وسيدي رفضت وتيخذ لي ليبي كاملين محبوبين في وسط العطاول. دونك عامر عنده السلسوسي اللي عنده عندنا مرة حمراء من شادة شادة لي دو جون لا لا نوار. نعتذر على انقطاع الصوت.
أرجع معكم الآن لمتابعة ما تبقى من دونك لانوار عندها مر ديال التروازيام فريم ما توفقش. صراحة عامر جبد مسافة صعيبة يعني هذا ياخ نورمالمون ولكن ما توفقش في الأنوار. Best of 3 sets. Paris 2 3 sets. Best of 3. دونك عبد الرحمن خصو يخلي لونجل بارفي لا ديرنيير روج ديالو باش يخرج لانوار. فوالا عبد الرحمن دونك جوج لواحد لصالح عبد الرحمن الصرفي في لو بخومي سيت ديال بخومي اكات. دونك لاكاس عند عامر عمل تيكاسي مزيان في كاسي مزيان نيبي راح تن عامر تي كاسي مزيان سي با دوني ا تو الموند. لاكاس بغيت نسول عندي واحد السؤال للناس اللي تيتابعو المهتمين بهاد الرياضة هادي، واش لاكاس زهر ولا اونترينمون ولا بارتي ديال الزهر و بارتي ديال سكيلز ديال سافوار فير؟ زعما واش لاكاس سان سافوار فير ولا الزهر ولا اون بارتي من هادي و اون بارتي من هادي؟ و سي سي لو كا شحال بورسونتاج افوتر افي ديال ديال السكيل ديال لو سافوار فير و ديال الزهر ديال لاك؟ دونك هادي سي اون كيستيون دي تنسولها دائما وبغيت نطرحها عليكم. دونك وكذلك تنتابعوا دائما المقابلة ونجاوبوا على التعليق. دونك عامر تي اونبوشي تيخرج لابي ديالو لونغ بارفي باش يعاود يخرج الميليو ومن الميليو يعاود يخرج لوفون لتحت على اليسار
فوالا تيليباري ترو بارفي بارفي، يخرج احسن اونجل غير هادي يدفع اوتوماتيكمون هادي يخرج. يا ما خرج مزيان، سا باس جو كخوا عامر كان باغي يخرج واحد شوية بعيد وخرج في وسط الطبلة. دونك غادي نرجع للتعليق من بعد هاد لوكو هذا ولا نوار باش ما نضيعوش التعليق على الماتش. عامر فوالا تيهرس لوكو بليفي كونترير، برافو عامر باش يخرج لا نوار ديالو او فون فوق اليمين. دونك ساهله، دونك برافو عامر جميل من طرف عامر. نرجعو للسؤال اللي طرحت قبيله، دونك عصام اللالول تيقول لنا 50 50 انيس تيقول لنا بجوج تكنيك والزهر، ولكن ما عطيتيناش البورسنتاج. دونك فضل الريان اللي تيقول لنا 80% ديال الزهر و20% ديال التكنيك. جمال ما فهمتش السؤال ديالك. دونك معانا لحد الان 3 تعاليق اللي تيقولوا لينا على انه لاكاس. سي عصام قال لنا 50 50، انيس تيقول لنا زهر تكنيكو كيما عطانا بورسونتاج، وفضل ريان اللي تيقول لينا 80% ديال الزهر و20% ديال التكنيك. دونك في النظر ديالكم لاكاس واش زهر او لا تكنيك، واش سان سافوار فير ولا زهر او لا زهر او تكنيك. اي سي سو لو كا شحال ديال الزهر وشحال ديال تكنيك البورسنتاج. جوج لجوج الان لاكاس ديال عبد الرحمن الشرفي. دونك الشرفي تي كاسي كذلك كاس زوينة فيها شوية المشاكل بحكم انه صفرين. بدا يزيد تصفر جو كخوا يقدر يلعب عبد الرحمن دابا، عندو خصو يلعب غير الحمرين. ايوا تيبقى المشكل في بعض الحمرين اللي كاينين في الليسر حدا الفاندا. دونك اون فيغا عبد الرحمن شنو غادي يدير. دونك في انتظار ما ليكتور ديال عبد الرحمن نرجع للكومونتيغ. دونك المدة اللي تيقول لينا كاينين انواع ديال لاكاس، دونك فوالا عبد الرحمن تي كونفيرمي لي روج كاينين انواع ديال لاكاس الوحدة والتكنيك ديالها وقليل فين كتكون زهر. فوالا دونك ان سيتي كون 50 50. عبد الرحمن دابا الان اي امبوشي ميدو وما توفقش وكان سهل صراحة. عبد الرحمن زبلو كان سهل، كان مرازي يمكن واحد شوية ما كانش باغي يخرج بزاف، باغي يخلي الرار بلاص الحمراء اللي كانت لي على لافونت. وتر فاكتور هو لا فورس، كتزيد الفورس كتزيد لوغمونطاسيون ديال لي شونس. وي سي نافي اوسي ياسين ذاكير تيقول لنا تكنيك اي انترينمون. وليد السلامي تيقول لنا تكنيك 60% 40 زهر. وكعامر الان تي امبوشي ميديو دونك بلوز او موان لي بي ديال عامر كاملين امبوشي صغير تريبلاص الله نوار في الاخر مزيان. دونك جواد اللي تيقول لينا عريوي تيقول لينا تكنيك اخويا كريس ميلينغ ضروري تطيح في لاكاس. وي يونس تيقول لنا كارت بوسون تكنيك 60% زهر. كامل الان فوالا تري جولي كول تيطيح وتينوض
واحدة من دوك لي جون اللي كانوا ماسقين على بعضياتهم، دابا فوالا وغادي يرجع للخر افيك ان اونجل. كامر الان جو كخوا انه يلعب ان بتي غيترو ويخرج تقريبا في نفس البلاصة اللي فيها دابا بوشون. نو كامر عنده، كان عنده رأي اخر. دونك هاديزا، دونك الصفرة اللي حدا الحمراء، ديزا او فون تحت هاد اليمين، دونك غادي يلعب ميليو ويرجع بالدو بوند. رجع باندا وحدة، دونك باغي باش يخرج لا جون فاس. دونك هاد الكو سي لو بلو ديسيزيف هاد الفريم. عامر الان خصو يامبوشي وخصو يتربلاصا مزيان باش يلعب لانوار. متقبيلات عامر ما خرجش مزيان واحد النوار وزقلها، دونك جو كخوا با كيل فو فير باراي في هاد الفيلم. دونك فوالا ريترو بوند الاولى التانية، دونك ديزا ميليو. دونك جو كخوا لانوار ديزا ميليو. صراحة تنتي بلي غادي يطلع عليها، دونك نورمالمون ديجا رجع لي كومونتير. دونك يونس تقول لنا 60 40، ياسين حجاجي تعطينا نشوفو لانوار ديال عامر. دونك سي اوبوشي عامر لانوار باش يولي السكور. ثلاثة لجوج صالح عامر رياض. دوك رجعوا لي كومونتيغ. الور ياسين حجاجي تيقول لنا 60% تكنيك و 40% ريوسيت. دونك يوسف تيقول لنا 70% ام تي بي، تيقول لنا 70% تكنيك 30% لا شونس. دونك ميت ار سي تيقول لنا تتبقى هي احسن كاس اونجليز، تتبقى احسن وحده حيت تضرب الكره الثانيه من بعد الباوندا تتقص الكره، لكن الموضوع ديال الكرات باش يكون مزيان خاصك تعرف الجهد المناسب باش يتعزلوا الالوان على بعضياتهم. وي وي وصي ثمانين في المية روسي، 70% الزهر وثمانين في المية روسي. وي حمزة مرضوري تيقول لينا التعليق ديالو، واش دي في اتروال؟ لا خويا دي في اكات وبيست اوف تري في لي سيت بحال البروغرام ديال لي بيا ديال لي سيت. دونك عامر تي كاسي ما تي امبوشيش، عبد الرحمن تيدخل لا طابل. دونك A10 non خويا سي A4 و الديفيات A2. لا خويا هذا ماشي فينال، هذا دومي فينال. إخوان الله يجازيكم بخير. اوكي كيفاش دبي فينال اكانت خويا؟ هاد التموه كامله ملعوبه برومي اكات وفي لي سيت برومي ا2. دونك تتلعب السيت الاول اكات، تتعاود تلعب سيت اخر اكات، الا داروا واحد لواحد تزيدوا تخوازيم سيت
داروا 2-0 صافي، تيتسالى الديفي بحال الستيل ديال ليبيا. دونك لا فينال تاع نورمالمون اليوم ابري الدمي فينال. ملك عبد الرحمن تاعهم بوشي تيخرج لابي روج ديالو ماشي، عاود يخرج ميليو. برافو عبد الرحمن، تخي جوليكو. تي امبوشي عبد الرحمن الآن خصو يلعب ميليو ولا في كونترير، ولا يمكن بغا يخرج ميليو، بغا يخرج للباندا ميليو. شتو تيعبر الأفوند اعتذر. دونك يمكن عبد الرحمن باغي يخرج لافوند ديال الحمراء ميليو بريفيرونس. انا جو كخوا انه عبد الرحمن خصو يطيح يامبوشي بيو على اليسار وطرف الباندا او فون فوق ويرجع بلي في كونترير. معرفش صراحة عبد الرحمن واش باغي يدير هادشي ولا باغي يخرج الحمراء باندا. عبد الرحمن بغا يخرج باندا ميلو. وي تقدر تعطيه مي باندا، تقدر تعطيه لانوار اي اوسي يكون لعب بلي في كونترير باندا الفوقانية على اليمين، ممكن انه يأمبوشي الحمراء او فون فوق وتعطيه اوتوماتيكمون لانوار او فون فوق على اليسار. لو سانك تري ديسيزيف. تي أمبوشي خرجوا لكم من طرف عبد الرحمن ولكن ماشي هادشي اللي بغا يخرج لانوار سو ايرازيا ميليو الان ما سهلش. عبد الرحمن خصو يتكونسونطرا مع هاد الكو هذا.
دونك والدي تيعطينا الرأي ديالو في لاكاس، يقول لك لاكاس هي ولا فورس يتحل الكواري مزيان باش يكون عندك لو كي كونترول بوشون ما تطريش وما يدورش بزاف في لاطور بو ايفيتي او ماكس يطيح دي لا تكنيك. ابخي كتبقى لا ريوسيت باش تكون بوشون ميم طون ما تطيحش لك شي بولت بوشون كتخرج لك. دونك ديما خاص لا ريوسيت ماشي غير تكنيك مون نافي، كاينه 30 حتى ل 40% ريوسيت. وي يعني سي فغي وي سا بو اتخ لو كا اوسي صراحة. ما اوسي انا تتبان لي على انه لا كاست هي فيها ان طو ديال لا ريوسيت وان طو ديال التكنيك سانز اوكان دوت، مي سا مونك صراحة عند اللعابة المغاربة انهم يترينيو لا كاس. يعني انا جو كخوا لا كاس عنده واحد البورسنتاج كبير في الربح ديال اللعب. عبد الرحمن اللي تيفكر مزيان في هاد الكو هذا. دونك عبد الرحمن تياخد الوقت الكافي ديالو في هاد لو كو ديسيزيف ديال 87. عبد الرحمن ما كانش موفق في هاد الكو هذا، كو كان صعيب دار الوقت الكافي ديالو ولكن للأسف لا بي نوار درت لو تور ديال لو ترو في الميليو. هارد لاك هاد لو كول عبد الرحمن الشرفي. عامر الآن ترجع لا طابل دو طابل اوفرت نورمالمون مسالية بالنسبة للنيفو ديال عامر وبالنسبة للبوزيشنمون ديال ليبي. دونك عامر اوسي ها هو تياخد الوقت ديالو كذلك. دونك عادي دونك عامر تيبان ليه انه ما يدخلش في المسالية باغي يعاود يزيد سموكي. دونك عامر كان عنده رأي اخر
ايش هاد الشي؟ أحسن لكولي شفت صراحة في التورنيو، شوف السكور 3-3. أنا ضعفتو، مش هاد عليك يا أخويا، أنا ضعفتو. كوجمي من طرف الشرطي صراحة، برافو، تريك شوت، تريك شوت، برافو، برافو عبد الرحمن. دونك هادشي اللي بغينا صراحة، الفرجة فلوك، وكان لاعبها اوفون تما، ممكن ويت فلوكات مع لاجون سي فري. اكزاكتومون، عامر عامر يمكن شايف على انه لعب ديفونس، لعب ديفونس اكزاكتومون، ما كانش ناوي كوريكسون اكزاكتومون، كل لعبة ديريكت راحت كوريكسون. دونك لابيل بروميي سيت 3-3، نشوف شكون اللي يدي السيت الاول، واش عامر ولا عبد الرحمن. جولي كاس من طرف عبد الرحمن، وي سيت ان فلوك، فلوك حنت كوريكسون اكزاكتومون، وكان لعبة ديريكت فلوكات مع لاجون وطاحت. وي سي فري، بارفوا البيار إلا مشى معاك عندك ما دير. تستفوت اللي تيقولنا كنعرفو يطيحها، شتينا عيد انت تيقولك هادي خصها فيديو. اكزاكتومون كو زوين اخويا عبد الرحمن، الان عندو احمرين وسط لا طابل، دونك نورمالمون هاكل كيلا ضرب دابا كاسفير ولا كمية. دونك ميجي خويا سي فغي نتعطلو خويا، إلا كان لكن هادي شي خرج دريجي طلع ديرو بحال هكا سي هاي. كاين اللي يشوفها كدبة، كاين اللي يشوفها سا ديبون، هي كدبة وعبار بجوج، شوية شوية. كان لعبة ديريكت تكوريجات وطاحت، كان لعبة هو في داك الترو، ولكن ماشي بديك الطريقة، كان لعبة ديريكت دو بوند، مي ضربها هي تكوريجات لي مع الكرة لاجون وطيحها، كدبة ولعبة بجوج. الحلو الحلو شد فيا، قلت لاعبين اطروا دايرين 3-3. لا يا كاسي الحلو، مرحبا. كوجميل 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 من طرف الشرفي صراحة، يوسف الحلو شد فينا، تيقولك لاعبين الأطرو دايرين 3-3. مرحبا سي يوسف، مرحبا. دونك وي يقدر يقدر تعطى لي لعب المونتال، مي نورمال هاد الفتوك ليكو ديسيزيف، الشرفي كان تياخد الوقت الكافي ديالو. عبد الرحمن تخرج مزيان، رغمان على انه تيبان غير راضي على الخرجة، مي جكخوا الا خرج بارفي
خصو يطيح المنيو ويدفع شوية باش يخرج من راسي، مخصوش يصلو في البوشون تما. اخرج مزيان، لا 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 لا، خرج مزيان، لا خرج دوك، فوالا دوك فوالا، خرج مزيان زاكتومون، خرج مزيان، مكانش تيبان ليا مزيان صراحة. تنصح باش خرج باللونج من الجهة الأخرى ساعة، دوك فوالا. كات تخوا بخومي سيت، صالح عبد الرحمن الشرفي. خميسات تيربح عبد الرحمن الشرفي، دوزيام سيت الآن 0-0. إذا خويا أحمد، ماشي غلط ديال عامر، لا لا لا، كانت عندهم مسالية عامر، يمكن عامر كان شاف شوفة أخرى في ذاك الفريم عادي، زعما ماشي غلط، شكون اللي كان عارف انه كان يمكن غادي يسالي ديك المسالية، دونك ما تقدرش تلوم عامر، لانه عامر وتطر انه شاف انه من الاحسن انه يلعب ديفونس. دونك لاكاس ديال عامر ما طيحش في لاكاس، طيح بوشون، تعطي عبد الرحمن فرصة باش يدخل للطابة. دونك فوالا، قالك اكزاكتومون اكزاكتومون خويا مهدي، يقول لك السيد بطل إفريقيا ومنتي صحابه كيربح، والآراء الناس تختلف من شخص إلى آخر، كل واحد كيفاش تيشوف. أنا هذا النقاش صراحة ما غاديش ندخل فيه، إنه كل واحد كيفاش تيشوف، كل واحد سي تشوف هذه تتكون سي هذا بوان لا بيرسون. كل واحد كيفاش تيشوف طالع عنده، دونك ما نقدرش صراحة ندلي بالرأي ديالي، لأنه لو واحد كيفاش تيشوف هاد القضية هادي. مركب الإيلات السفوت الآن لكي يبسط معنا، عبد الرحمن اللي يحاول انه يحل ليبي دونك اكان اخويا، ما كانش يمكن لانه البطولة كاملة ملعوبة بالنظام ديال الجوالات ديال لي سيت، داكشي علاش.
دونك كما قلت هذا نقاش عقيم، باش نحاول نخوض فيه. كل واحد كيفاش تيشوف هاد القضية هادي، كل واحد والرأي ديالو. كاين اللي تيقول لك تعطل، كاين اللي تيقول لك ماشي عنده الحق انه ياخد الوقت ديالو. دونك كل واحد والشوفة ديالو هاد المسألة هادي. دونك انا تنحترم الآراء كاملين وتلتزم الحياد في هذا الموضوع. الرحمن خرج من هنا، خرج زيد، انا بغي خرج من ميليو، خرج زيد، هو يا عبد الرحمن خرج زيد، خرج زيد شوية. دونك الآن خصو حاول امبوشي ميليو وخرج بلوز او موان في لو ميم اندروا اللي فيه دابا هو. لا لفي كونترير، سا ديبون. مخرجش عبد الرحمن دابا خصو يأوبوشي وبلوكي البوشون بلا روج اللي ناعس على الباندا لتحت على اليسار، ويحاول ما يضربش بالجهد بزاف سينو لا يتسلق مورا لانوار. شوية، برافو برافو. دونك ما شوكاش حتى في الحمراء، ما شوكاش في الحمراء، تطيح باش يخرج من لاجون. فوالا تخي جولي كوم طرف الشرفي باش يخرج لانوار ديالو ديال 1-0 في الدوزيام سيت. واحد الصفر الست الثاني لصالح عبد الرحمن الشرفي. أنا ما جاتوش الفرصة في هاد الفريم هذا، كان سطيح بوشون ما عنده ما يدير، خارج الإرادة ديالو. اكزاكتومون خاي وليد، دونك احسن ما قيل هو معلش الهضره اللي قال وليد السلامي. دونك تيبقى السيل دو جو ديالو، و لادفيرسير من حقه يدوموندي التايم يلعبها. دونك اكزاكتومون فوالا خويا، هادشي اللي كاين. اكزاكتومون خويا، دونك فوالا. دونك الاخ وليد سلامي راه عطى تقريبا ملخص الكلام، وتبقى هذا كما قلت قبيله هذا واحد النقاش ما عمرو سهل. شكون تتعطل، شكون ما تتعطلش، كيفاش، علاش، وقتاش، دوسي اراء ديال كل شخص، كل واحد كيفاش تيشوف الامور. عبد الرحمن كاسي وتي انكوشي في لاكاس. عبد الرحمن لاكاس مشات معاه مزيان، و تنشوف عبد الرحمن كونسونطري مزيان. عامر صراحة ما بيديه ما يدير، لأنه من داك الفريم ديال السنوك، من الفريم ديال السنوك اللي كانت عنده كاس، و بلوتو عبد الرحمن زقل الكوب، زقل كانت سنوك على لانوار، زقل الباندا ميليو.
وعامر تسنى سنوكاه وعاود سنوكاه اون دوزيام فوا صدق ضرب الشرفي دو بوند وطيح من هذاك الفريم من اللعب تقلب من جهة الشرفي ومن بعدها كانت كوا كاس فيرم في ريبريز كاس فيرم تانية باش كلوتورا البرومي سيت في ريبريز. الآن هو دخل في كاس فيرم ما عرفتش واش هيقدر يساليها عبد الرحمن ولا لا. نورمالمون السيربي اللي فيها المشكل هي الحمراء اللي حدا الصفر الفوق فوالا. عبد الرحمن اللي تيشوف انه هو يخرج ليه ميليو من بعد عامر كونسونتري اخويا تيتسنى غير الفرصة ديالو باش ينوض لطابل. وعامر تبارك الله قد يرجع في لو ديفي وقد يربح وقد لا بلان دو كومبيتونس تكنيك اي فيزيك اي مورال باش انه يرجع في الديفي رغم على انه خسر برومي سيت. راه شحال من واحد تيكون خاسر ب 6-0 7-0 برومي اويت و تيولي رابح و دابا الان راه يلاه سيت الاول راه مازال سيت تاني الباب راه ديال الربح ما تيسالي حتى تكون امبوشيتي ان ديرنيير بي ديالك. للاسف صار لوكيلي التدخين ممنوع من عن بعد اثناء مجريات البطولات التي تنظمها الجمعية المغربية لأندية البلياردو والسنوكر. هنا نشتغل في ظل عمل جمعوي رياضي يمنع التدخين داخل الصالات التي ننظم فيها البطولات ديالنا. كورونا عبد الرحمن تي اونبوشي لا ترنيغ بي ديالو باش يخرج للانوار. باش يولي السكور 2-0 لصالح الشرفي عبد الرحمن ف دوزيام سيت. دونك اللعب مازال ما ساليش 2-0 صافي ندير جوج لصفر كيما عبد الرحمن ربح 2-0 قدر عامر عاود يرجع في لو ديفي. وي سيغت كو سي ان افونتاج مي تري بوسيبل باش عامر تيكاسي كاسه مزيان لي بي كاملين مفرقين في لاطابل. نشوفو عامر فوالا عامر
تي كونفيرمي لي جون ديالو وتستافوت يشد فينا و تيقول لك هو 21-0. علاش واخا ما تكونش جوج ل 1300 ولا 21-300 انا ما شفتيهاش هادي. تعال ما شاء الله الان بقي عاد الفريم تيدخل على ما كاين والو. داخل على مسالية ديالو صراحة دي في زوين واللعب اللاعبين بجوج رغم الهياء ديال البطولة لمدة يومين وصان اون فورم ولاعبين مزيان. معرفتوش لا جون ديزا ولا لا نورمالمون نكامل نسيت العلاقة. عمال سيدي اوه برافو عمال برافو عمال عن كود متر اوه يا 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 عمال خرج لينا عن كود ميمكنش خرج بالمليمتر. برافو عمال برافو عمال صراحة عمل اللي تيخرج في الخطر صراحة وباش يولي سكور جوج لواحد صراحة برافو عمل كو ما كانش ساهل باش في عامر بالمليمتر بعد كامل. بعد ما خرج مزيان في الكولي قبل من هذا عامر خرج ب طرابون وسط الكواري وخرج فاس لا ديغنيغ جون ديالو برافو عامر. كوالا عامر من بعد ما خسر ب سيت الاول وخسر في التيفي الثاني 2-0 تيدخل وتيضرب كاسفير عادي بحال ما كاين والو. هادي هي صفة الأبطال برافو عامر الرياض اعتذر تستفوت لي تقول لي نادي ماشي خرجة هذا ستاسيون خرج البوان ما شاء الله راحة صافي بليزير برافو مدريس اخويا متعاودش الهضرة الشرف في انتكاس مزيان وتستفوت اللي تيقول لنا دوازو اتاي بغيناك تزيد تشرح لينا اخويا تستفوت كيفاش دوازو اتاي خصهم بجوج من كونجي بجوج عبدو تيقول لنا دباست بليسيمو ميرسي خويا سارة تتشجع عامل
الرحمن الآن اللي داخل في المسالية ديالو. هلا اخوي ما حطاش في يدي البوشون، كان ضرب دو بوند، روا بوند خرج اخوي اسمي. تبارك الله عامر، خرجكو ما كاينش، خرج قانون يوم من إضاعة الوقت كما قال الدون. بغيناك تزيد تشرح لينا اخويا كيفاش الدواز، واتاي القضية ديال الدواز. عبد الرحمن الآن نشوف الخرجة، نشوف خرج البلابول هنا، دونك فوالا خرج الميديا، دونك ساقته هما داكشي خصو يدير. لافون ديغنييغ روج ديال الشرفي طيحها، الآن تخرج. لا ديغنييغ روج ديالو باش يخرج لانوار ميليو. أو تيطيحها باش يولي سكور 3 لواحد لصالح عبد الرحمن الشرفي. دوزيام سيت بخومي أكات، زعما خويا أخويا تستفوس. واخا خويا واخا، مرحبا، حنا نتسناوك اخويا تجيب لينا اتاي. ما توفقش في لاكاس الشرفي الان، فرصة مش يفير من الطبلة، يفير من السيت، يفير من الماتش. تحية الأخ أمين الركراكي، تحية ليك خويا، الله يلا بخير الحمد لله.
الله يحفظك أسدي أمين. شكرا لك أخويا، إن شاء الله نجيو عندكم إن شاء الله من مراكش الكبير. الله يحفظك. دونك الشرح السكورينغ 3-1 في برومي اكات، لاعبين برومي اكات عبد الرحمن الشوفير في 3-1، وفي لي سيت لاعبين بيست اوف 3 عبد الرحمن رابح بواحد الصفر. تقتل لابي وتخرج اخفي الحمراء ميديو. عبد الرحمن اون فورم، عبد الرحمن اون فورم صراحة. الله يحفظك اخويا امين، شكرا بزاف. الله يحفظك. عارف لي كاين يا ايوب، مرحبا. احنا يا وجيب وجيب، وحنا يا نرى الاشارة الاراء تختلف، وكل واحد كيفاش تيشوف الامور. انا ما عنديش تعليق في الامر هذا، وحد الاراء في حدود الاحترام للشخص الجمعية والمشاهدين، فما عنديش مشكل أي واحد اللي بغى يقول رأي ديالو باحترام على راسو العين. انت إذا كنتي تشوف عبد الرحمن تتعطل فهذا رأي ديالك يحترم، سيرتو بلان دروا دو سيكسبريمي. داير لي كومونتير سون في بوغ سا، ولا بالك سي تتعطل، راه بالك تتعطل انت، راه با شانجي لافي ديالك. وكاين اللي تيشوف انه ما تيتعطلش، لا واحد الراي ديالو دونك نورمال عادي. دونك قلتي الراي ديالك في باحترام، هذا هو اهم حاجه، وهذا الشيء علاش حنا هنايا باش نعبروا على الاراء ديالنا في اللاعبين وفي نيفو الجو. ان شاء الله من هنا لقدام يزيد هذا الشيء يتطور اكثر، ان شاء الله نكونوا نديروا لي لايف ونشوفوا 10,000 و15,000 بحال لي ماتش ديال تشاينيز هيبول فلاشين تتفرج فيها 15,000 و20,000. دونك فوالا عبد الرحمن اللي تيربح الكاتريام فريم ديالو و تيكلوتوري لو دوزيام سيت باش يدوز للفينال اللي غادي يواجه فيها عدنان المرابطي. دونك نخليكم ا توتالور باش تفرجوا معنا في الفينال.